مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ ياكم حيدر. اليوم مقطعنا مختلف. اليوم هسه احنا بمنطقة أربيل وذاهبون إلى سليمانية. خليكم بالمقطع إن شاء الله تستمتعون بالمشاهدة. يلا أصدقائي. هاي المنطقة اسمها كوسنجاق، منطقة حلوة. هاي مدينة العاب اسمها سامي عبد الرحمن، مدينة العاب كلش حلوة. بعد ما وقفنا على كافتيريا شوف الاكل الحلو، كبة على شكل قرصة مال خبزة. وهنا أنا قدامنا سليمانيه، شوف الاجواء، واو، تلمع تلمع سليمانيه. وصلنا برج شاري جوان في محافظة سليمانية، وخليكم بالمقطع.
بعد ما صبح الصبح والأجواء كلش حلوة وقدامك الجبل يخبل ما شاء الله سبحان الله شوش كبره. أتمنى استمتعتوا بالمشاهدة ولا تنسون اللايك والاشتراك.